لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حقيقة وفاة الشيخ ماهر المعقيلي أثناء خطبة صلاة الجمعة لم تؤكد أي جهة رسمية خبر وفاة الشيخ ماهر المعقيلي، فيما انتشرت تغريدات عن مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن ماهر المعقيلي تعرض فقط لوعكة صحية أثناء خطبة صلاة الجمعة يوم أمس الموافق لتاريخ 11 أغسطس 2023. ونشر صاحب حساب محمود رفعات الفقور عبر تويتر حول وضع الصحي للشيخ حيث كتب: الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله، ذهبنا للعمرة بهذا التوقيت لأنه من سيخطب الجمعة من حبنا له، نتأمل من الله أن يكون بخير وصحة وعافية. كما نشر حساب آخر وكالة شؤون الأمة والمؤذنين في شؤون الحرمين نطمن الجميع على صحة الشيخ ماهر المعقيلي خلال زيارتها لفضيلته في منزله وهو بتمام الصحة والعافية ولله الحمد والمنة. ونشر حساب آخر حول موضوع الشيخ ماهر المعقيلي لحظة تعب أمام حرم مكة الشريف: الشيخ ماهر المعقيلي شفاه الله وعافاه وحفظه من كل شر. ماهر المعقيلي.